بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 17. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وقوله: ومن أصدق من الله قيلا، وقوله: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله: وكلم الله موسى تكليما، وقوله: منهم من كلم الله، وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين، وقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، وقوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقوله: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لم تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، وقوله: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات فيها إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى صفة، وأنه صفة من صفات الله الفعلية، يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى بما يشاء. تكلم سبحانه وتعالى في الماضي ويتكلم في المستقبل، ويتكلم سبحانه وتعالى إذا شاء كسائر أفعاله التي يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى. فهذه الآيات كلها تدل على إثبات هذه الصفة، ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون هذه الصفة لله عز وجل، وأنه يتكلم كما يشاء سبحانه وتعالى وكسائر صفاته، فهم يثبتون لله صفة الكلام من غير تحريف ولا تأويل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس كلامه مثل كلام خلقه، المخلوق يتكلم ويقول، الله جل وعلا يتكلم ويقول، ولكن مع الفارق بين صفات الخالق وصفات المخلوقين، كما هو القاعدة في جميع أسماء الله وصفاته. وأما أهل الباطل من الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم، فإنهم لا يثبتون الكلام لله سبحانه وتعالى على أنه صفة من صفاته، وإنما يثبتونه على أنه خلق من خلقه. فكلام الله عندهم مخلوق، الله يخلق الكلام في محل آخر وينسب إليه من باب المجاز كما يقولون، ينسب إلى الله من باب المجاز كما يقولون، وهذا مذهب باطل، بل هو كفر بالله عز وجل. وأما الأشاعرة فإنهم يثبتون الكلام النفسي لله عز وجل، وأما هذا الكلام الذي في المصاحف يقولون هذا حكاية عن كلام الله، حكاه جبريل أو حكاه النبي صلى الله عليه وسلم عما في نفس الرب سبحانه وتعالى. فالمعنى عندهم هو القائم بالنفس الإلهية. وأما هذه الحروف وهذه الكلمات فهذه كلام المخلوق، وهو عبارة أو حكاية
عن كلام الله عز وجل، فعندهم أن هذا القرآن مكون من شيئين، المعنى وهو من عند الله، المعنى وهو من عند الله وهو المعنى القائم في نفسه سبحانه وتعالى، وأما حروفه وكلماته فإنها كلام المخلوق، كلام جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب باطل أيضا، لأنه مثل مذهب الجهمية في أن ما في المصاحف وما يقرأه الناس ليس هو كلام الله وإنما هو مخلوق، ولكن يقولون المعنى غير مخلوق، أما اللفظ والحروف والأصوات والكلمات فهم لم فهي مخلوقة، فهم لم يختلفوا عن الجهمية في أن كلام في أن هذا الكلام الذي في المصاحف ليس هو كلام الله وإنما هو كلام البشر، تعالى الله عما يقولون. أما أهل السنة والجماعة فيقولون هذا الذي في المصاحف هو كلام الله لفظه ومعناه، لفظه ومعناه من عند الله، وجبريل ومحمد عليهم الصلاة والسلام إنما هما مبلغان، مبلغان عن الله عز وجل، والكلام كلام الله بلغه أوحاه الله إلى جبريل، وجبريل بلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد بلغه إلى الأمة، فهو كلام الله لفظه ومعانيه كما يأتي. وهذا المذهب هو الحق الذي يدل عليه الكتاب والسنة، وعليه أهل السنة والجماعة قاطبة لم يختلفوا فيه ولله الحمد. نعم. وقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله حديثا، من هذه استفهام بمعنى النفي، من أصدق أي لا أحد، لا أحد أصدق من الله حديثا، فيه نسبة الحديث إلى الله عز وجل، والحديث هو الكلام وهو القول، فدلت هذه الآية الكريمة على نسبة الحديث إلى الله عز وجل وأنه أصدق الحديث، لأنه كلام رب العالمين الذي يعلم ما كان وما يكون، والصدق هو مطابقة الكلام للواقع، هذا هو الصدق، فإن خالف الكلام الواقع صار كذبا، فالصدق هو مطابقة الكلام للأمر الواقع. والله جل وعلا أخبر عن أشياء كثيرة، وخبره سبحانه وتعالى مطابق للواقع، فهو أصدق الكلام وأصدق الحديث. نعم. وقوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله قيلا، مثل ومن أصدق من الله حديثا، فمن معناها النفي، أي لا أحد أصدق من الله قيلا أي قولا، فقيلا مصدر قال يقول قيلا وقولا، أي لا أحد أصدق قولا من الله سبحانه وتعالى، ففيه نسبة القول إلى الله عز وجل، وهو الكلام، القول والكلام والحديث بمعنى واحد. نعم. وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، إذ ظرف لما مضى من الزمان، ولكن المراد هنا المستقبل، لأن هذا يكون يوم القيامة. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إلى آخر الآيات، إلى قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فهذا في يوم القيامة، أن الله سبحانه وتعالى يقول لعيسى على رؤوس الأشهاد وعلى رؤوس الخلائق فاضحا للنصارى الذين جعلوه ربا وابنا لله عز وجل، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إلى قوله أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه، ففي هذا إثبات أن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة، ففيه إثبات الكلام لله عز وجل. نعم. وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم،
تمت كلمة يعني كلام، كلمة ربك أي كلام ربك، لأن المصدر، لأن المصدر إذا أضيف يعم، فمعنى الكلمة هنا الكلام. تمت أي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فكلام الله جل وعلا كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه، لا يتطرق إليه الخلل في لفظه ولا في معناه ولا في خبره ولا في أمره ولا في تشريعه، صدقاً في أخباره، عدلاً في أحكامه. فأخبار الله جل وعلا التي أخبر بها عن نفسه أو أخبر بها عن خلقه كلها صدق لا يتطرق إليها شك، وعدلاً أحكامه سبحانه وتعالى التي حكم بها ويحكم بها بين عباده عدل لا جور فيه، أحكامه سبحانه وتعالى التي شرعها كلها عدل ليس فيها جور. فهذا القرآن لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، أخباره صدق وأحكامه كلها عدل ورحمة. والشاهد من الآية كلمة ربك، حيث أثبت لله الكلمة يعني الكلام، ففيه إثبات الكلام لله عز وجل على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، عندما ذكر جملة من الرسل عليهم الصلاة والسلام، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. ففيه إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وقوله تكليما هذا تأكيد ورفع للمجاز كما يدعون، كلمه كلاما حقيقيا مباشرة. وهذا من خصائص موسى عليه الصلاة والسلام أن الله كلمه بدون واسطة وسمع موسى كلامه، ولذلك يسمى موسى كليم الله، فهذه ميزة له ومعجزة له عليه الصلاة والسلام أن الله كلمه مباشرة من غير واسطة جبريل عليه السلام، وسمع موسى كلامه وأجابه موسى وتخاطب مع ربه عز وجل، كما في قصة عودته من مدين إلى مصر، ولما رأى النار وذهب إليها عند ذلك كلمه ربه في هذا الموطن، وكلمه ربه في غيره من المواطن. وسمع موسى كلام الرب سبحانه وتعالى، ولما جاء موسى لميقاتنا هذه مرة ثانية، لما وعده الله بعد 40 يوما في على رأسها يكلمه الله عز وجل، وذهب موسى للموعد والميقات كلمه ربه، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، إلى آخر الآيات. الشاهد أن موسى كلمه الله تكليما مباشرة من غير واسطة، وسمع موسى كلام الرب سبحانه وتعالى، ففيه إثبات الكلام لله عز وجل. نعم. وقوله منهم من كلم الله، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله وهو موسى عليه الصلاة والسلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم كلمه ربه ليلة المعراج، كلمه ربه ليلة المعراج، فرض عليه الصلوات الخمس، 50 صلاة في اليوم والليلة، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف حتى انتهت إلى 5 صلوات في العمل، وهي عن 50 في الميزان. فمحمد صلى الله عليه وسلم كلمه ربه أيضا ليلة المعراج، وأما في غيرها فكان جبريل ينزل عليه بالوحي من الله عز وجل. الشاهد من هذه الآية إثبات الكلام لله عز وجل، منهم من كلم الله وهم موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. نعم. وقوله
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. الله جل وعلا يقول: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وعده الله سبحانه وتعالى بمكان معين أن يأتي إليه ويكلمه الله، فجاء موسى للميعاد وكلمه ربه. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، يعني في الدنيا، في الدنيا الله جل وعلا لا يرى، لأن الناس لا يستطيعون رؤية الله في الدنيا لضعف مداركهم. أما في الجنة فإن المؤمنين يرون ربهم، لأن الله يعطيهم من القوة ما يتحملون به رؤية الله، بل يتلذذون بذلك ويتنعمون به. قال: لن تراني، يعني في الدنيا. فالنفي هنا للدنيا، وأما في الآخرة فإن موسى عليه السلام وغيره من المؤمنين يرون ربهم عيانا كما يأتي. الشاهد منها وقوله وكلمه ربه، كلمه ربه، هذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل، وفيه قطع لدابر التأويل، لأن وكلم الله موسى تكليما من أهل الباطل من يغير في الإعراب فيقول وكلم الله موسى تكليما، فيكون موسى هو الذي كلم الله، حاول بعضهم هذه المحاولة. ولكن هذه الآية وكلمه ربه هذه تقطع هذا التأويل، وأن الله جل وعلا هو الذي كلمه، كلمه ربه، هذا ما فيه محاولة أبدا، وفيه إثبات الكلام لله عز وجل بكلام سمعه موسى عليه الصلاة والسلام وفهمه. نعم. وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، كذلك هذا في موسى عليه السلام، وناديناه من جانب الطور الأيمن لما رجع من مدين بعد إكمال السنين التي تعاقد معها، تعاقد مع صاحب الغنم وهي 10 حجج أو 8 حجج، فلما أكمل الأجل سار من مدين راجعا إلى مصر، وفي أثناء الطريق وعند الطور رأى النار فذهب إليها ليأخذ منها جذوة أو شهاب قبس لأهله، لأنهم كانوا بحاجة إلى التدفئة وبحاجة إلى النار. فلما وصل إلى النار كلمه ربه سبحانه وتعالى، وحصل ما ذكره الله جل وعلا في سورة طه وغيرها في هذا الوادي، وناديناه من جانب الطور، والطور جبل، اسم جبل، الأيمن يعني بالنسبة للذهاب إلى مصر، أيمن الجبل بالنسبة للذهاب إلى مصر، أو أيمن موسى عليه السلام الذي على يده اليمنى وهو ذاهب إلى مصر. وقربناه أي موسى عليه السلام، قربناه نجيا، نجيا، والنجوى هي الكلام الخفي، فجمع الله لموسى بين الكلام المنادات وبين الكلام الخفي، نوعي الكلام المنادات والخفاء اجتمع لموسى عليه السلام. ناديناه هذا يكون بحرف وصوت يسمع ندا، وقربناه أي قربه الله إليه نجيا، يناجي ربه بكلام خفي. فعلى كل حال فيه إثبات الكلام لله والمناجاة، إثبات الكلام بنوعيه، كلام الجهر والكلام الخفي، ففيه إثبات الكلام لله عز وجل. نعم. وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، كذلك هذا في مرجعه من مدين. وكما تعلمون القصة تكرر في القرآن وتنوع، وهي قصة واحدة تكرر في القرآن للموعظة والعبرة وللمناسبات أيضا، فإذا جاء مناسبة سيقت القصة مرة أخرى، وتارة تساق مطولة وتارة تساق مختصرة. فموسى عليه السلام ذكرت قصته وبداية رسالته وما جرى له من النار والحية والفزع الذي حصل معه، ذكر في مواضع من القرآن،
نعم الآية وإذ نادى ربك موسى ناداه، هذا فيه إثبات المنادات لله عز وجل وهو الكلام المسموع. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. الله جل وعلا أرسله إلى هذا الطاغية وأتباعه من الكفرة. الشاهد منها وإذ نادى ربك موسى، فيها إثبات المنادات لله عز وجل وهي نوع من الكلام الجهري. نعم. وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، هذه الآية في قصة آدم وحواء عليهما السلام، فإن الله أسكنهما الجنة ونهاهما أن يأكلا، أباح لهما أن يأكلا من حيث شاء، فكلا منها رغدا حيث شئتما إلا شجرة واحدة نهاهما عن الأكل منها، فجاءهما الشيطان وأغراهما بالأكل من هذه الشجرة، وما زال يوسوس لهما ويزين لهما تناول هذه الشجرة التي نهي عنها حتى وقع في الخطيئة فأكلا من الشجرة. عند ذلك ناداهما ربهما، هذا لطف من الله سبحانه وتعالى، ناداهما ربهما رحمة منه ولطفا بآدم وزوجه، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، يذكرهما سبحانه وتعالى بالنهي السابق، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، فتاب الله عليهما، تاب الله عليهما، ربنا ظلمنا أنفسنا، هل اعتراف بالذنب وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الشاهد من الآية ناداهما، والنداء نوع من الكلام، وهو النداء الذي الكلام الذي يسمع، فسمع آدم وحواء كلام الرب سبحانه وتعالى، ففيه إثبات الكلام والمنادات لله عز وجل. نعم. وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، يوم القيامة، ويوم يناديهم يعني يوم القيامة ينادي الله الخلائق ماذا أجبتم المرسلين، الله جل وعلا يسأل الخلق يوم القيامة عن إجابة الرسل. ولهذا يقول بعض السلف كلمتان يسأل عنهما الجن والإنس، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، هاتان الكلمتان يسأل عنهما كل مخلوق يوم القيامة من المكلفين، إجابة الرسل وعبادة الرب سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية ويوم يناديهم يعني الخلق هو الله سبحانه وتعالى، ماذا هذا المناداة به، أكما الشجرة، يذكرهما سبحانه وتعالى بالنهي السابق، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، فتاب الله عليهما، تاب الله عليهما، ربنا ظلمنا أنفسنا، هل اعتراف بالذنب وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الشاهد من الآية ناداهما، والنداء نوع من الكلام، وهو النداء الذي الكلام الذي يسمع، فسمع آدم وحواء كلام الرب سبحانه وتعالى، ففيه إثبات الكلام والمنادات لله عز وجل. نعم. وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، يوم القيامة، ويوم يناديهم يعني يوم القيامة ينادي الله الخلائق ماذا أجبتم المرسلين، الله جل وعلا يسأل الخلق يوم القيامة عن إجابة الرسل. ولهذا يقول بعض السلف كلمتان يسأل عنهما الجن والإنس، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، هاتان الكلمتان يسأل عنهما كل مخلوق يوم القيامة من المكلفين، إجابة الرسل وعبادة الرب سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية ويوم يناديهم يعني الخلق، والمنادي هو الله
سبحانه وتعالى. ماذا هذا المنادى به؟ منادى به ماذا أجبتم المرسلين؟ لأن الله جل وعلا يسأل يوم القيامة الخلق عن إجابة الرسل، كما قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الشاهد من الآية أن فيها إثبات النداء لله عز وجل يوم القيامة. الآيات متنوعة، منها شيء في الدنيا من عهد آدم، وشيء من عهد موسى، وشيء يوم القيامة، أدل على أن الله يتكلم متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى، كلاما يليق بجلاله ليس ككلام المخلوق. وأن نداءه وأن كلامه سبحانه يكون نداء ويكون خفيا ونجوى. نعم. وقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا في أول سورة براءة، لما أمر الله سبحانه وتعالى بقتال المشركين، إنهاء عهودهم مع المسلمين وإخبارهم بذلك، وأنه بعد ذلك يقاتلهم عليه الصلاة والسلام. فإذا انسلخ الأشهر الحرم التي هي أشهر المهلة، فسيح في الأرض 4 أشهر، هذه مهلة، بعدها يقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أنه سبحانه استثنى من الكفار من يريد تفهم الإسلام، لا يبادر بقتله إذا طلب المهلة من أجل أن يتفهم الإسلام، يتفهم الرسالة، فإن الله برحمته ولطفه سبحانه أعطاه المهلة. وإن أحد من المشركين استجارك، أي طلب اللجوء والجوار عندك، فأجره، أي أجبه إلى ما طلب، وأعطه الجوار والأمان حتى يسمع كلام الله، القرآن، حتى يسمع القرآن، تدبر فيه ويعرف الحق من الباطل، حتى يسمع كلام الله. فإن أسلم الحمد لله، وإن لم يسلم فأبلغه مأمنه، رده إلى المكان الذي جاء منه، ولا تعاجله بالقتل، لأنه مستأمن، دخل عندك بالأمان، فلا بد أن ترده إلى المشركين وإلى داره التي جاء منها، ثم بعد ذلك يقاتل. فهذه الآية فيها إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى حتى يسمع كلام الله، وفيها إعطاء الأمان لمن طلبه من الكفار من أجل أن يتعرف على الإسلام، والإذن له بدخول بلاد المسلمين من أجل ذلك، لأن هذا من أنواع الدعوة إلى الله عز وجل. وفيها أن المستأمن لا يجوز الاعتداء عليه ولو كان كافر، بل يرد إلى بلده ولا يعتدى عليه، وأن من اعتدى عليه فإنه خائن للأمان، عاص لله ولرسوله، فأبلغه مأمنه، ثم أبلغه مأمنه، أي المكان الذي يأمن فيه. ففيه تحريم الاعتداء على المستأمنين من الكفار حتى يردوا إلى بلادهم، لأن لهم ذمة المسلمين، فلا يجوز الغدر والخيانة حتى مع الكفار، فكيف بالغدر والخيانة مع المسلمين؟ الأمر أشد والعياذ بالله. الشاهد من الآية كلام الله، حتى يسمع كلام الله. نعم، فيها إثبات الكلام لله عز وجل. نعم، وأن هذا القرآن هو كلام الله، ليس كلام غيره، لا كلام جبريل ولا كلام محمد، وإنما هو كلام الله. نعم. وقوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذه الآية في اليهود: أفتطمعون أن يؤمنوا. وقد كان فريق منهم، أي من اليهود، يسمعون كلام الله ويعلمون أنه كلام الله، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، يحرفونه إما أن يزيدوا فيه وينقصوا من عندهم، وإما أن يؤولوه بتأويل باطل ويفسروه بغير تفسيره الصحيح، من أجل شهواتهم ورغباتهم الباطلة. هذه صفة اليهود، أنهم مع كلام الله يحرفونه من بعد ما عقلوه، عرفوه وتأكدوا أنه كلام الله سبحانه وتعالى. الشاهد منها إضافة الكلام إلى الله: قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. كلام الله، كلام الله يعني في التوراة أو في القرآن الكريم
كله كلام الله، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كلها كلام الله سبحانه وتعالى، ففيها إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله كل أن تدعونا كذلك قال الله من قبل. هذه الآيات في الأعراب، الأعراب مراد بهم أهل البادية، رجال من البادية لما علموا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم للغزو تأخروا ولم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءوا يستأذنون، جاءوا يستأذنون من النبي صلى الله عليه وسلم كعادة المنافقين من الأعراب وغيرهم، تخلفون عن الغزو، فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الغزو جاءوا يعتذرون، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا، يعني عن الخروج معك، وهم كذبة، سيبين الله كذبهم، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، استغفر لنا عدم الخروج معك، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، رد الله تعالى عليهم أن هذا كذب وأن الذي في قلوبهم غير هذا، غير ما يقولون لك، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هذا هو السبب الذي خلفهم، أنهم ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه سيقتلون، وقالوا نحن لا نخرج معهم للقتل، هذا الذي ظنوه بالله عز وجل، ظن السوء، ظنوا أن الله لا ينصر رسوله ولا ينصر عباده المؤمنين، فالذي خلفهم هو الجبن والخوف، لا أنهم شغلتهم أموالهم وأهلهم، وإنما الذي خلفهم هو هذا، ظنوا أن الرسول لن ينقلب لن يرجع والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، هذا هو السبب الذي فضحهم الله به. ثم قال تعالى سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، هم ما يريدون إلا الطمع، يريدون الدنيا ما يريدون الجهاد، لكن يريدون المغانم والأموال، يقولون علمونا إذا بغيت تروحوا لشيء زين علمونا نروح معكم، ولا لسان ما فيه إلا قتال وسيوف ما هم رايحين، المؤمنون يخرجون الجهاد والشهادة في سبيل الله أحب إليهم من الدنيا وما فيها، لكنهم إذا حصلوا على مغانم من رزق الله عز وجل أخذوها، لكن القصد هو وجه الله سبحانه وتعالى، أما هؤلاء فلا يقصدون وجه الله وإنما يقصدون المطامع. لرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، كيف يبدلون كلام الله؟ نعم، لأن الله أخبر أنهم لن يخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم عقوبة لهم، وهم يريدون أن يخرجوا مع الرسول مع أن الله أخبر أنهم لن يخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وخبر الله لا يتغير أبدا ولا يمكن أنهم يخرجون مع الرسول صلى الله عليه وسلم عقوبة لهم، يريدون أن يبدلوا كلام الله الذي منعهم به من الخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيها إثبات الكلام لله عز وجل. فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، يقولون هذه في قتال أهل اليمامة، هذا خبر عن مستقبل سيحصل وهو قتال أهل اليمامة، وكان ذلك في عهد الصديق رضي الله تعالى عنه حرب مسيلمة الكذاب، وهو قتال أهل اليمامة وكان ذلك في عهد الصديق رضي الله تعالى عنه حرب مسيلمة الكذاب، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. الشاهد من الآية أن فيها إثبات الكلام لله عز وجل. وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، كلماته فيها إثبات الكلمات لله عز وجل، وأن هذا القرآن هو كتاب الله. أتلو ما أوحي إليك، أتلو أي اقرأ، تلاوة هي القراءة، ما أوحي إليك وهو القرآن دل على أن القرآن من الله وأنه وحي من الله سبحانه وتعالى وليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كتاب ربك
فيه إثبات أن القرآن كتاب الله عز وجل لا مبدل لكلماته، فيه إثبات الكلمات لله عز وجل، وأن هذا القرآن وأن كلمات هذا القرآن هي كلمات الله سبحانه وتعالى أمرا ونهيا وخبرا وكله كلام الله سبحانه وتعالى، ليس فيه كلمة إلا من كلام الله جل وعلا. نعم، كله كلام الله من أوله إلى آخره، ليس فيه كلام لغير الله عز وجل، لا لجبريل ولا لمحمد، وإنما جبريل عليه الصلاة والسلام مبلغ، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، جبريل بلغه للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول بلغه للأمة، فكل منهما مبلغ، والكلام كلام الله جل وعلا. نعم. وقوله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. من معجزات هذا القرآن الكريم، من إعجازه العظيم، أنه يخبر عن ما حصل في القرون السابقة التي لم يعايشها الرسول صلى الله عليه وسلم، قرون بعيدة يخبر عنها هذا القرآن. فلو كان هذا القرآن من كلام محمد ما استطاع أن يخبر عن أحوال بني إسرائيل الماضية والغابرة وما فعلوه مع الرسل وما فعلوه مع الكتب. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، يبين لهم الحق من الباطل، ويبين لهم ما وقع بينهم بين آبائهم وأجدادهم وأجداد أجدادهم في القرون الأولى. فهذا دليل على أنه كلام الله الذي يعلم السر وأخفى، يعلم ما كان وما يكون، ليس هو من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمدا أولا أنه لا يقرأ ولا يكتب، ثانيا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يعايش هذه الأحداث التي بينه وبينها مئات السنين، ومع هذا قصها كأنه شاهدها وكأنه رآها، فدل على أن الكلام ليس كلامه، وإنما هو كلام العليم الخبير سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه شيء. فهذا من معجزات القرآن: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أن يذكر لهم أكثر الذي هم فيه يختلفون من الأخبار والأحكام والقصص والأمور التي سبقت. هذا القرآن جاء يصحح الخطأ من الصواب فيما اختلف فيه القرون الأولى، فدل على أنه من عند الله عز وجل. الشاهد من الآية: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، فكونه يقص على بني إسرائيل هذا دليل على أنه كلام الله وليس كلام غيره. نعم. وقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك. وقوله: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حوله. هذا إشارة للقرآن. كتاب، الكتاب عرفنا أنه ما يجمع الكلمات والحروف من التكتب وهو التجمع، ومنه الكتيبة وهي القطعة من الجيش، سميت كتيبة لاجتماع بعضها إلى بعض. فالكتاب عبارة عن مجموعة كلام مدونة فيه، مكتوبة فيه. إن هذا وهذا كتاب، أي هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك، هذا محل الشاهد، أنزلناه إليك، فدل على أن القرآن منزل من عند الله عز وجل وليس مخلوقا وليس هو من كلام البشر، به كله بركات هذا القرآن. نعم. وقوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، دل على أن القرآن منزل من عند الله عز وجل وليس مخلوقا كما تقوله الجهمية والمعتزلة، وليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما يقوله المشركون، وإنما هو منزل من عند الله. لو خاطب الله بهذا القرآن جبلا أصم لذاب من شدة ما فيه من الوعيد والتخويف، وذلك أن الجبال
والصخور، جعل الله فيها إدراكا ومعرفة بالله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فالجمادات لها إدراك، تعرف ربها سبحانه وتعالى وتخاف منه. فلو أن الله خاطب بهذا القرآن جبلا لا رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، دل على عظمة هذا القرآن، ودل على أن قلب بني قلوب بني آدم أقسى من الجبال، خوطبت بهذا القرآن، قلوب بني آدم خوطبت بهذا القرآن، ومع هذا لم تلن. أما الجبل فإنه لو خوطب به لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فدل على أن قلب الإنسان قد يقسو ويكون أشد من الجبال ولا يتأثر بكلام الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا إثبات أن القرآن منزل من الله سبحانه وتعالى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، يعني لو خاطبنا به جبلا. وقوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. في هذه الآيات من سورة النحل بيان لنسخ القرآن، وأنه حق، وأن النسخ في القرآن حق، وأن الله ينسخ ما شاء ويقر ما شاء من القرآن، وذلك لحكمة ومصلحة للعباد. فإنه سبحانه وتعالى يشرع الشيء في أول الأمر لمصلحة، ثم بعد ذلك ينسخه بغيره لمصلحة أخرى، والنسخ ثابت في كتاب الله عز وجل، وهو أنواع كما يقول العلماء: نسخ اللفظ والحكم، أو نسخ الحكم دون اللفظ، أو نسخ اللفظ وبقاء الحكم، نسخ إلى غير بدل، أو نسخ إلى بدل. كل هذا معروف، ونسخ إلى أشد، ونسخ إلى أسهل، كل هذا موجود في القرآن. فمثلا قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، كانت عدة الوفاة في أول الإسلام سنة، ثم نسخها الله بقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة. فنسخ الله الآية التي فيها العدة الوفاة إلى الحول بالآية التي فيها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، وكلا الآيتين موجود في القرآن، الناسخ والمنسوخ. فهذه نسخ حكمها وبقي لفظها. ومثال نسخ اللفظ وبقاء الحكم الآية من سورة الأحزاب: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. نسخ لفظها وصارت لا تكتب في المصحف، لكن حكمها باقي، وهو أن الثيب الزاني يرجم، أن الثيب الزاني يرجم. الشيخ والشيخة يعني الثيب، والشيخ والشيخة يعني الثيبين. إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، هذه آية كانت تقرأ ثم نسخت وبقي حكمها ونسخ لفظها فصارت لا تتلى. والأمة مجمعة على وجود النسخ في الشريعة، ولم ينكر هذا إلا اليهود، هم الذين أنكروا النسخ، وذلك من أجل أن ينكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قصدهم. ولم ينكر النسخ من المسلمين إلا واحد من العلماء يقال له أبو سليمان الخراساني أو الأصفهاني، نعم أبو مسلم الأصفهاني، هذا شذوذ، هذا المذهب شذوذ لا يعتبر. جمهور العلماء أو إجماع العلماء على وقوع النسخ في القرآن العظيم، وهذا لحكمة. ومما يدل عليه هذه الآية: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، هذا اعتراض المشركين
يقولون كيف اليوم تقرأ علينا الآية هذه وبكرة تجيب محلها آية أخرى تعارضها تنسخها؟ ينكرون النسخ من باب التعنت ومن باب المكابرة والتماس تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا إنما أنت مفتر، يعني كذاب، بل أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم جهلة، ما يتكلمون عن غير علم، ما قرأوا كتاب الله وعرفوا، قرأوا الكتب السابقة، وإنما يتكلمون عن جهل، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس. روح القدس هو جبريل عليه السلام، والقدس هو الطهر والصدق، جبريل عليه السلام هو روح القدس. نزله روح القدس من ربك، دل على أن القرآن منزل من عند الله عز وجل بواسطة جبريل عليه السلام، ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، هذا اعتراض ثاني، يقولون محمد إنما تعلم هذا القرآن من رجل من النصارى، قرأ الكتب السابقة، صار محمد يجلس إليه فتعلم منه هذا القرآن وزعم أنه من عند الله، إنما يعلمه بشر. رد الله عليهم بأن هذا الرجل الذي تزعمون أنه علم محمدا صلى الله عليه وسلم أعجمي، والرسول صلى الله عليه وسلم عربي، فكيف العربي يتعلم من أعجمي؟ هذا غير معقول، لسانه أعجمي وهذا القرآن عربي مبين، كيف الأعجمي يأتي بكلام عربي مبين؟ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين هذا القرآن. هل يتصور أن الأعجمي يأتي بقرآن بلسان عربي مبين؟ هذا باطل ولا يتصور أبدا. الشاهد من الآية قل نزله روح القدس من رب، فيه أن القرآن منزل من عند الله عز وجل وأنه غير مخلوق وأنه ليس من كلام محمد وإنما هو من كلام الله سبحانه وتعالى. وفيها إثبات النسخ في القرآن وأنه حق وأنه من أجل مصلحة العباد، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، الله جل وعلا حكيم عليم فيما يشرع. نعم، الشاهد من هذه الآيات كلها أن فيها إثبات كلام الله سبحانه وتعالى، وفيها إثبات أن القرآن منزل من عند الله عز وجل وأنه ليس من كلام البشر، وفيها إثبات العلو لأن الإنزال لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، الإنزال مثل الصعود لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، ففيها إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، وفيها الرد على المشركين الذين يعترضون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويزعمون أن القرآن من عنده وأنه من كلامه، وفيها معجزة لهذا القرآن حيث إنه يذكر أخبار الأمم الماضية مع أن هذا الرسول لم يشاهدها ولم يعرف، فدل على أن هذا القرآن من عند الله عز وجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الكلام الله الذي هو المصحف قديم أو مستحدث، وكيف ترد على من خالف الحق في ذلك؟ كلام الله جل وعلا قديم النوع، حادث الآحاد، لا يقال كل كلام الله قديم ولا يقال كله حادث، بل يقال بالتفصيل هو قديم النوع، فإن الله جل وعلا متصف بالكلام من غير بداية، لا حد لبداية الكلام، وإنما هو قديم بقدم الله سبحانه وتعالى وأزليته التي لا بداية لها كسائر صفاته. أما أفراد الكلام فإنه حادث، الله جل وعلا يتكلم متى شاء إذا شاء، هذا معنى الحدود، يتكلم متى شاء إذا شاء، تكلم في الماضي ويتكلم في المستقبل، في يوم القيامة يخاطب الناس يوم القيامة ويكلمهم ويكلم الرسل يوم القيامة، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، كلمهم يوم القيامة، هذا كلام حادث في يوم القيامة، الله جل وعلا يتكلم متى شاء إذا شاء بكلام يحدث أو يحدثه سبحانه حسب مشيئته وحكمته سبحانه وتعالى، فليس كل كلام الله قديم وليس كله حادث،
وإنما النوع قديم، وأما الآحاد والأفراد فإنه حادث. نعم، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا، يعني القرآن، إلا استمعوا وهم يلعبون، محدث لأن الله تكلم به في وقت إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزله عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله تعالى حتى يسمع كلام الله، نعم، هل معناها مجرد تلاوة كلام الله ليسمعه أم إفهامه إياه ولو بلغته من إنجليزية وغيرها؟ نعم نعم، ما هو المقصود مجرد القراءة عليه هما يفهم، لازم يبين له، يترجم، ترجم له معانيه. القرآن لا يمكن أن يترجم، نص القرآن لا يمكن أن يترجم، لأن البشر يعجزون أن يأتوا بألفاظ تشابه ألفاظ الرب سبحانه وتعالى، أو حروف تشابه الحروف التي تكلم بها الرب. لكن المعنى يترجم ويفسر، يقال مراد الآية أو معنى الآية كذا وكذا، فالكافر يقرأ عليه القرآن ويفسر له بلغته حتى يفهم مراد الله سبحانه وتعالى. نعم. لكن المشركين الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عربا فصحى، وإن أحد من المشركين، المشركون الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أفصح العرب، يعرفون معاني القرآن الكريم إذا قرئ عليه. لكن لو جاء أعجمي لا يعرف القرآن فلا بد أن يبين له معناه بلغته. ثم أيضا لاحظوا، يؤخذ من هذه الآية أنه لا يجوز أن يمكن الكافر من المصحف، وإنما يقرأ عليه القرآن ويسمع القرآن من قراءة المسلم. أما أنه يعطى المصحف ويقول رح اقرأ اليوم وباشر أو بعد شهر وتعال، لا، هذا ما يجوز، يمكن الكافر من المصحف لأنه نجس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في تفسير الآيات السابقة في سورة براءة جاء في بعض التفاسير تحديد مهلة الكافر المستأمن الذي جاء لطلب أو معاملة بأربعة أشهر فقط، كما جاء في تفسير ابن كثير بعام فقط، فنأمل من سعادتكم توضيح ذلك. الذي في سورة التوبة ليس هو كما قال السائل، الذي في سورة التوبة أن المشركين لما أمر الله بجهاد الكفار صار المشركون ينقسمون إلى قسمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل ذلك منهياً عن القتال، منهياً عن الجهاد، فلما شرع الله الجهاد كان الكفار منقسمين إلى قسمين، قسم له عهد مدة محددة، هذا يكمل له أجله المحدد، فإذا انتهى أجله فإنه يعلن عليه الحرب. القسم الثاني أناس ليس لهم عهود، هؤلاء لا يبدأون بالقتال على طول بعد فرضية القتال، ولكن يعطون مدة أربعة أشهر بعدها يعلن عليهم الحرب إن لم يسلموا، هذا المقصود. فهي الأربعة هذه للذين ليس لهم عهود محددة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن هناك فرق بين النداء والنجوى، فهل سمع نداء الله لموسى غير موسى؟ الله أعلم. المهم أن موسى سمع نداء الله، أما كون غيره سمعه الله أعلم، ما ندري عن هذا. وهل موسى معه أحد يوم يناديه رب؟ ما معه أحد، لأنه في سفر في بر، من الذي يثبت أن المكان كان فيه غير موسى؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ما كتب في اللوح المحفوظ من كلام الله سبحانه؟ نعم، القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، فكل ما كتب في اللوح المحفوظ فهو من كلام الله سبحانه وتعالى. لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. الله جل وعلا هو الذي أمره بذلك، والقلم لا يحدد شيء من عنده ولا يكتب أشياء من عنده إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، فهو جرى بأمر الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. نعم. فضيلة الشيخ، هل أيضا كلم الله موسى كلم الله محمد صلى الله عليه وسلم تكليما مباشرا عند سجارة المنتهى؟ نعم، كلم الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم مباشرة من غير واسطة جبريل ليلة المعراج، لما فرض الله عليه الصلوات الخمس،
خاطبه بها، وراجع محمد صلى الله عليه وسلم ربه في تخفيفها حتى انتهت إلى خمس. نعم. فضيلة الشيخ، قال الله تعالى: ستدعو إلى قوم في نسخ الحديث الآية، وهذه الآية استدليتم بها على إثبات كلام الله سبحانه، وكان ذلك لأهل الصديق ورآه سيرة الكذاب، فهل ذلك إخبار لما سوف يقول، أم أن المسلمين لم يروا فيها الصديق؟ الدليل ليس في هذه الآية، التي قبلها، التي قبلها: قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، يريدون أن يبدلوا، ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. هذا محل الشاهد، وإنما ذكرنا بقية الآيات استطرادا، لأنها مرتبط بعضها ببعض. نعم. وقوله تعالى ستدعون، هذا من باب الإخبار عن المستقبل، إخبار من الله عما سيكون في المستقبل، وأن الامتحان لهم لا يزال باقيا وسيمتحنون. نعم. فضيلة الشيخ، ذكرتم عند كلامكم إن آية المناداة للخلاء وعموم ذلك في آية أن تكون خطاب الخلاء فعنه الخلاء بصفة عامة خاصة بالمشركين. عام لجميع الخلائق، المؤمنون يجيبون بالحق، بالجواب الصدق والحق، وأما المشركون فلا يستطيعون الجواب، لا يستطيعون الجواب الصحيح. نعم. فضيلة الشيخ، كيف استدل أهل السنة والجماعة لأن قوله تعالى لن ترى أنها في الدنيا وليست في الآخرة؟ لأن ثبت بالأدلة الصحيحة أن الله يرى بالآخرة، فدل على أن لن تراني خاص بالدنيا جمعا بين الأدلة. وأيضا أهل النحو يقولون لن لا يقتضي التأبيد، النفي بلن لا يقتضي التأبيد، وإنما الذي يقتضي التأبيد النفي بلم، أما لن فإنها ليست للتأبيد. نعم. ولهذا يقول سبحانه وتعالى عن اليهود: ولن يتمنوه أبدا، يعني الموت، مع أنهم يوم القيامة يقولون: يا مالك ليقضي علينا رب. فدل على أن لن إنما هي في الدنيا، لن يتمنوا الموت في الدنيا، أما إذا صاروا في النار والعياذ بالله فإنهم يتمنون الموت من أجل أن يرتاحوا من العذاب. يا مالك خازن النار ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، يطلبون الموت فلا يحصل لهم. فدل على أن قوله لن ولن يتمنوه إنما هو في الدنيا. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز السماح للكفار الدخول في جزيرة العرب التي حرم النبي صلى الله عليه وسلم دخول الكفار إليها، وذلك بحجة تفسيرهم بالحق وإسماعهم لكلام الله، وأن استثنى هذا الحكم من حكم التحريم علما بأن كثيرا من المسلمين يحتج بذلك؟ نعم، يجوز دخولهم لمصلحة، يجوز دخولهم لمصلحة، إما من أجل أن يسمعوا كلام الله ويسمعوا الإسلام ويتحققوا منه، إذا طلبوا ذلك يسمح لهم، أن هذا لمصلحة عظيمة، أو جاءوا بسفارة أو برسالة إلى ولاة الأمور من قبل دولهم، لأن هذا لمصلحة المسلمين، أو جاءوا بتجارة يجلبون تجارة ويسوقونها في بلاد المسلمين، لأن هذا مصلحة المسلمين، أو جاءوا لعمل استقدمهم المسلمون من أجل عمل لا يحسنه إلا هم وهو لمصلحة المسلمين، كل هذا مأذون فيه لأنه لمصلحة المسلمين. إنما الممنوع أن يدخلوا ويستوطنوا ويتملكوا في جزيرة العرب وهم على كفرهم، أما قدومهم من أجل المفاوضات ومن أجل عقود التجارة والصناعة وما أشبه ذلك فهذه أمور من مصالح المسلمين، فيؤذن لهم من أجلها، لأن المشركين كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ويدخلون عليه في المسجد ويتفاهمون معه ويأتونه بالرسائل من قبل ملوك الكفرة، والرسول صلى الله عليه وسلم يأذن لهم، هذه كله لمصالح المسلمين. هم معناه أن جزيرة العرب يحط عليها سور وقال لا يدخلها أحد، أجل كيف تكون الدعوة إلى الإسلام، وكيف يكون مصالح المسلمين، كيف تقوم مصالح المسلمين تجارتهم وأعمالهم؟ نعم، هذا ما هو معقول. إنما الممنوع أنهم يأتون ويستوطنون فيها من غير دعوة ومن غير
عقد أمان ومن غير مصلحة للمسلمين، يجلسون فيها ويتملكون ويصيرون من أهلها، هذا هو الممنوع. نعم. فضيلة الشيخ، قال تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، هل الحديد مخلوق أو منزل من عند الله كقول الكتاب أنزلناه إليك؟ الإنزال يختلف، الإنزال يختلف، إنزال من الله كما كإنزال القرآن، وإنزال من السحاب كالمطر وأنزلنا من السماء ماء، وإنزال من الجبال كإنزال الحديد، حديد من الجبال هو إنزال من الجبال، وإنزال من الفحول في أرحام الإناث، كل هذه أنواع من الإنزال، الإنزال يختلف والسياق يحدد معنى كل نوع، كل نوع منه. أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، ما معنى أنزل؟ يعني من السماء؟ لا، أنزل من أصلاب الفحول في أرحام الإناث، الإنزال يختلف في كل شيء بحسبه. نعم. فضيلة الشيخ، صحيح أن نقول أهل السنة والجماعة يدخل فيكم الأعراب؟ لا يدخل في أهل السنة والجماعة إلا من كان على مذهب أهل السنة والجماعة، أما من خالفهم فلا يدخل فيهم، والأشاعرة مخالفون لأهل السنة في كثير من أصول الدين، مخالفون لهم في كثير من أصول الدين، فكيف يكونون منهم؟ نعم. فضيلة الشيخ، نريد القول الفصل في عدد الآيات المنسوخة، لأن في هذا الموضوع إفراط وتفريط. هذا فيه كتب، الناسخ والمنسوخ فيه كتب مؤلفة، راجعوها، اسمها الناسخ والمنسوخ مفردة، وأبواب في علوم القرآن مثل الإتقان للسيوطي والزركشي والذين كتبوا في علوم القرآن، والأشاعرة مخالفون لأهل السنة في كثير من أصول الدين، مخالفون لهم في كثير من أصول الدين، فكيف يكونون منهم؟ نعم. فضيلة الشيخ، نريد قبل الفصل في عدد الآيات المنسوخة، لأن في هذا الموضوع إفراط وتفريط. هذا فيه كتب، الناسخ والمنسوخ فيه كتب مؤلفة، راجعوها، اسمها الناسخ والمنسوخ مفردة، وأبواب في علوم القرآن مثل الإتقان للسيوطي والزركشي والذين كتبوا في علوم القرآن يذكرون باب الناسخ والمنسوخ، وفيه كتب مفردة في الناسخ والمنسوخ، راجعوها. نعم. شوفوا على هامش الجلالين بعض الطبعات، على هامشه الناسخ والمنسوخ للواحدي، للإمام الواحدي. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يقول الإنسان ورق المصحف إذا أراد أن يحلف، وهل ورق المصحف صحيحة؟ لا، ما يجوز هذا، ما يقال ورب القرآن أو ورب المصحف، وإنما يقال رب الناس أو رب الخلق، أما المصحف والقرآن فلا يقال رب المصحف أو رب القرآن، لأن هذا ما ورد. نعم. فضيلة الشيخ، هل أضربت لنا مثلا على نسخ الخفيف بالثقيل؟ نسخ الخفيف بالثقيل فيه تدريج في التشريع، تدرج في التشريع، مثل هذا فيما ذكر بعض المفسرين أن الصيام أول ما فرض صيام أيام معدودات، 3 أيام من كل شهر، فلما مرنوا على الصيام نقلهم الله إلى صيام شهر رمضان، وذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، قالوا إنها 3 أيام من كل شهر، فلما اعتادوا الصيام وألفوه قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فنقلهم من صيام الأيام المعدودات إلى صيام رمضان، هذا من تدرج من الأسهل إلى الأثقل. نعم. وذلك رحمة بالعباد من أجل أن لا يشق عليهم صيام الشهر من أول مرة حتى يألفوه ويعتادوه. نعم. فضيلة الشيخ، أنا شاب وأسكن في منطقة يخشر فيها الأموال والمحلات التجارية وكذلك الهاتف، جزاك الله خيرا، ولكن لا بد ترجع للهيئة وتفاهم معهم من أجل تأخذ الإذن من الهيئة،
وتكون متعاونا معهم ويكون لك سلطة في هذا الأمر. وأما التخلف عن الصلاة فهذا يجوز بعض الأحيان، أو دائما أن الإنسان يتخلف عن الصلاة حكم أنه يدعو الناس، لكن لو حصل بعض الأحيان أنك انشغلت عن أول الصلاة أو فاتتك الصلاة بسبب أنك وجدت مشكلة وبقيت تعالجها، فهذا يسمح به في بعض الأحيان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. دل على أنه يجوز التخلف عن الجماعة بعض الأحيان لمصلحة، كالقبض على مجرم أو على بيت فيه فساد، ولا يمكن أنك تحصل على ذلك إلا في هذه الساعة، هذا لا بأس، لا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم مرة خرج يصلح بين أناس متخاصمين وحضرت الصلاة ولم يحضر النبي صلى الله عليه وسلم، فأقيمت الصلاة وتقدم أبو بكر، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة فتأخر أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل بهم الصلاة. دل على أنه إذا كان التخلف لمصلحة شرعية وليس على صفة دائمة أنه لا بأس به. نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.